السلام عليكم شباب، كل عام وانتم بخير. قاعد عليها بالصحة والسلام يا رب. أنا بعمل في فيديو جولة في مخيم الجلزون، معنا الأخ رمحي. عرفنا عن حالك، سمعت شو بتبيع في السوق؟ هي رمحي مخيم الجلزون. نعم، شو بتبيع في السوق؟ والله طمر وخروب وكركديه بالطمر. بتبيع في غير رمضان يا رمحي؟ لا بس موسم شهر رمضان، بس موسم شهر رمضان. الناس اصلا بتشتهي في شهر رمضان. كل عام وانت بألف خير. يلا كل الناس كل عام وانتم بخير. يلا احكي. يلا يلا احكي. انت بخير يا عمري حبيب القلب. كمان كل عام وانت بخير. شو بكل الناس بمناسبة شهر رمضان المبارك؟ ان شاء الله ربنا بهدي بالهم، كل سنة وانتم سالمين، ان شاء الله كريم على الجميع يا رب. طيب انا بدي اسالك سؤال كمان، يعني شو الفرق بين العام والسنه في رمضان؟ انه افضل العام ولا السنه؟ والله لا، السنه هي يعني افضل شوي، بس العام اللي مرق كانت كورونا لسه في اولها، كان الناس يعني متاثرين، يعني الايام هاي فكت شوي الازمه. يعني كانوا مسكرين على الناس الطرقات. بس يعني لسه اقتصاديا وضعهم مش تمام، بس يعني افضل من العام، افضل شوي صغير من العام. نعم. الحمد لله رب العالمين. لله. ان شاء الله بدوم. يا رب. ان شاء الله بدوم علينا النعم بفضل الله عز وجل. يا رب. شو بتقول للناس باسم شهر رمضان المبارك؟ سيدي ان شاء الله. بالنسبه للعام والسنه. ان شاء الله ربنا يرفع عنا الوباء والداء. كل الصلاة والدعاء إن شاء الله للمسلمين جميعا، الله يشفي جميع المرضى كورونا وغير كورونا. شو بدك باسم الأسرة الموجودة علي باسم المرضى؟ الأسرة طبعا هم الشموع اللي بنيروا درب الحرية، وإن شاء الله ربنا يفرج عنهم جميعهم يا رب. إن شاء الله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. قلب مخيم الجلزون، مخيم الشهداء، مخيم الصمود. مخيم الجلزون طبعا قدم نيات الأسرة والشهداء والجرحى، وإن شاء الله ربنا يفك هالأزمة على خير ويرجع وضع يعني بشكل عام أحسن من قبل. إن شاء الله إن شاء الله نعيش بحرية واستقلال. بس في يعني برضو عنا في عدة قضايا مهمة جدا للمخيم، يعني كاستحقاق طبعا التوسع والضجة اللي موجودة في المخيم والاكتظاظ السكاني، طبعا المياه اللي هي قليلة جدا اللي بتدخل على المخيم، الكمية اللي بتدخل صحيح على المخيم. طبعا احنا بنتمنى من ربنا ان شاء الله يعدل الحال بأحسن حال وينتبهوا للمخيم. في برضه قضايا في المخيم، قضايا الكهرباء، المجاري، الحالات الاجتماعية والتأمينات، الفقر، البطالة، في حالات كثيرة. ان شاء الله رب العالمين يرجع بدنا نعمل هذا حلقة كاملة، نعمل حلقة كاملة عن أحوال المخيم، الفقر والبطالة والكهرباء والمي وأشياء كثيرة مخيم محتاجها. أكيد إحنا يعني نتمنى إن شاء الله الأمور تتحسن بكثير. إن شاء الله رب العالمين. كل عام وأنت بألف خير حبيبي. دعمك يا رب. دعمك يا رب. يعطيك العافية. كل عام وأنت بخير. شوف كل الناس بمناسبة رمضان. كيف صحتك يا عمار؟ شو بدك للناس بمناسبة شهر رمضان المبارك؟ نحكي لهم كل عام وهم بخير، العادة علينا وعليهم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله السنة الجاية بنرجع يبقى رمضان، إن شاء الله المسجد الأقصى يبقى مفتوح. إن شاء الله. كل الناس بتروح اللي بتحب يروح يأدي العمرة، بكاء هالمرض رايح وهالوباء رايح إن شاء الله تعالى. إن شاء الله كل عام وأنت بخير، العادة عليها بالصحة والسلامة. أحمد. الله يسعد مساك يا سلام. كل عام وأنت بخير يا حبيبي. هذا بس بيعمل لي مشاكل كثير. لا هذا اخوه. هذا ناوي اكتلك. هذا بضل يكون عندنا. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ كل عام وانت بخير. شو بتقول للناس بمناسبه شهر رمضان المبارك؟ كل عام وانت بخير. شو رايك في قناتي؟ شو رايك في قناتي؟ يلا شو رايك في قناتي انا؟ منيحه. بس منيحه خلاص؟ كل الكلام تكتب لي اياه وشو منيحه؟ انا بتابعها. انا بتابعها. عيد المقابلة من أول. يلا خلاص أعطيك ألف عافية حبيبي. شكرا 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 حبيبي. نعمل لك بعد اذنك. تعال نروح لقد شوي. تعال لقد شوي. سكر بس بسكر الدنيا بس واقف شوي. أزمة قبل أنا أسلك اللي وراء. سكر الإفطار في مخيم الجلزون. لعبنا نروح نحكي مع الشباب اللي قاعدين. روح اطلع. إني قادم إليكم. قادم إليكم. بس بدي هذا الزلمة.
طيب جازوك قبل الافطار. السلام عليكم شباب، رابطوا بخير. رابطوا بخير شباب. على بإعلامنا القدير حبيب الشعب أبو محمد. الله يسعد مساكم شباب. أبو محمد الله يسعد مساكم. شباب سؤال للجميع. للجميع السؤال مش كمان بنا. سؤال لا جاهز جاهز. صوروا. شو رأيك في رمضان السنة هذا مقارنة بالعام؟ نفس الشيء يا أخوي أبو محمد. انا والله ان الناس بيحكوا ان الثاني افضل فتحت اكثر على الناس. يعني الواحد بحس مرات انه الاسعار ارخص شوي في الخضره وفي الفواكه في اللحوم. بس في الاسعار بس ولا شو ولا في شيء ثاني بالنسبه لفتح الطرق والمساجد والمكاتب ما كانش العام مفتوح. انت يعني قصدك عن الفرق بين رمضان السنه لا السنه بالشعائر الدينيه ولا افضل طبعا السنه ما فيش نقوش يصلوا ولا جمعه ولا خميس ولا سبت ولا بس الحمد لله السنه افضل الحمد لله ربي الحمد لله دول كل عام بخير وانت بألف خير يا ابو محمد الله يعطيك الصحه والعافيه شو بتحكي لي بالنسبه لرمضان السنه اللي اسمه طيب خير روح عند رامي روح عند رامي طيب السنه كل عام بخير كل عام بخير يا ابو احمد ربي بخير يا ابو محمد انت بخير عاد على الصحه والسلامه بخير حبيبنا ابو احمد تفضل يا ربي كل عام بخير ومرتب في السؤال شو الفرق بتقول له بين رمضان اللي فات في فرق كبير اكيد احنا بكى قبل فيش محمد مش مروح السنه هذا روح الحمد لله من السجن هذا محمد زامل صح في راس بكاش هاي الفرق هاي الفرق رمضان اللي فات ما خدناش قطايف رمضان هذا خدنا في راس بكاش زي تبع علي